زويدي بتدعينا اليوم حتى قبل ما نطمح بالأشياء الكبيرة خلينا نبلش بالأشياء الصغيرة يلي منعيشها كل يوم. كان في شاب عم يكتب بعض الأفكار يلي عم بتحول بخاطره بالوقت يلي أمه كانت عم تكوي التياب وكانت أفكاره. إذا شفت حدا عم يغرق بزت حالي بالمي حتى خلصه، إذا احترق شي بيت بهب لنجدة الأطفال تخلصون من النار، إذا صار في شي زلزال رح كون بين أول ناس بخاطروا بحياتهم تيسعفوا الآخرين، وبعدين رح كرس كل حياتي لخدمة الفقراء بالعالم. بتنادي أمه: إذا بتريد يا ماما نزول على الدكان وجيب ربطة خبز. بجاوبها: ماما مش شايف الدنيا عم بتشتي؟ زويدي بتقلي وبتقلك: شو رأيكن؟ شو كان أحسن لهالشاب، يفكر كل هالأفكار البطولية أو يحقق طلب صغير لأمه؟